انا بكلم حضراتكم كلاعب لعب في النادي الاهلي، وبكلم حضراتكم كواحد شاف اجيال كتيره جدا في النادي الاهلي، وسالت ناس كتيره جدا جدا ابرز حاجه انت بتبقى محتاجها ايه؟ قال لك الطموح، ان احنا يبقى عندنا مدرب، مع اعتذاري طبعا لمستر لاسارتي. مستر لاسارتي راجل محترم جدا وقدم عليه وتم توجيه الشكر ليه، ولكن قال له احنا خدنا الدوري. لما جه واحد بيساله بيقول له كذا كذا كذا، قال له الله، هو احنا مش خدنا الدوري؟ لا، احنا خدنا الدوري وعايزين ناخد الكاس وعايزين ناخد بطوله افريقيا وعايزين ناخد البطوله العربيه لو هينفع لو هنخشها وعايزين ناخد كاس السوبر وعايزين ناخد عايزين نكسب كل البطولات. هو ده الفكر اللي دايما بنفكر بيه، هو ده الطريقه اللي احنا دايما بنفكر فيها. اول ما اتضح ان المدير الفني طموحه قل، خدنا الدوري، خدنا الدوري ايه؟ ما هو خدنا الدوري، لا احنا عايزين دوري وكاس وبطوله افريقيه وكل حاجه، ده الطبيعي. فلما طموحه قل خلاص، شكرا، تم توجيه الشكر ليه، لان النادي الاهلي لو بيلعب مباراه وديه هيبقى عايز يكسب هذه المباراه. فالاساس في الموضوع هو الطموح، ازاي يكسب، ازاي يبقى دايما انا كمدير فني عندي طموح ان انا اقدر اوصله للاعبين.